في البنا زاد واحد من خلينا نقولوا من اساطير الملعب النابلي. اليوم احتفالات، اليوم عيد ميلاد الملعب النابلي. يظهر لي الملعب النابلي كنا نسمعوا في التواريخ من عند سي الحبيب قرهلي، فما برشا حاجات تبقى في المخ في الملعب النابلي. ملعب النابلي باسكيت، اللي يقول الباسكيت يقول تتروات، يقول الصاله هذه تبدا كلها معبيه، يقول الاجيال اللي تعدات واللي منحت تونس ممكن حتى اول كاس عربيه ولعبت وخرجت اجيال واجيال. يظهر لي اليوم يلزمها الملعب النابلي تاريخ كبير. اول حاجه نشكر نشكر المسؤولين اللي استدعاونا وعطاونا الفرصه فيها انا وسي الحبيب باش نجيو نحكيو على الملعب النابلي، لان الملعب النابلي مدرسه كبيره برشا، طلعت اجيال واجيال. وانا واحد من الناس كنت من اللاعبين الكبار، وهذا كل يرجع الفضل للناس الكبار كما سي حبيب قرعلي، كما سي المرزيق، كما الواحد. قال لك منين خذيتك وطلعتك؟ خذاني من هون بول، ايش بدي من هون بول خلي كنت في الباسكيت. اي فهمت. دونك انا نشكر المسؤولين اللي استدعاونا ويعرفوا قيمتنا، نشكرهم بارك الله فيهم. وقيت بتاع لما سي لوتي وقيت تعلم قيت تعلم. اما الملعب النابلي مدرسه كبيره، وانا جو سي ريكونيسون الملعب النابلي اللي هي رديتني راجل. ملعب النابلي هي رديتني راجل، هي اللي عرفتني بالرجال، هي اللي دخلتني نخدم، هي اللي عدد. دونك انا جو سي ريكونيسون سي بور سلا، سي بور سلا كو جو سي. والسيد هذايا عنده فضل. اي قال لك كنت تتكلم خليني انا نتكلم تو. فهمت. دونك لهذا انا جو سي ريكونيسون للملعب النابلي، الملعب النابلي مدرسه ما ينجم حتى يطلش فيها، اجيال واجيال خرجت ومازالت تخرج، مازالت تخرج، مازالت تخرج. يظهر لي كي تشوفوا هكا حتى في الوضع الوبائي هذا اللي نعيشوا فيه، يظهر لي باهيه لما كيما نهكا. لما هينا خلق العاده، انا قلت بارك الله فيهم مسؤولين. فهمتني؟ خلينا نعطيو للي جينا هذوما الصغار، الصغار اللي يعرفوا شكون يلعب النادي. بشوية بشوية إن شاء الله هذا شيء، اللي نشد الجو يرجع ملعب النادي.